كونا فريق تطوع شبابي كامل من شباب وصبايا، وبلشنا نشأة المكان، ترميم المكان وتهيئته انه بحيث انه يكون متحف. طبعا المكان كان عبارة عن بايكة قديمة. المتحف طبعا موجود داخل بلدة القرارة. طبعا عمر المتحف هي عمر الفكرة من عام 2016، ولكن عمر المتحف فعليا قائم هذا المكان من 2017. كنا متطوعين داخل المتحف. كانت فكرة المتحف كانت أول يعني مبدأ الفكرة، وكانت مخرجها من عند زوجي محمد أبو لحية. هاي المنطقة كانت مع الرومان، وكان فيها أصلا مصنع فخار، وما زال في بعض الدلائل والإشارات تدل على المكان، ما زالت لحتى الآن. بلش الفكرة، بلش الشغف يكبر معانا. كانت البداية نجمع المقتنيات عنا داخل البيت، بس بدأت المقتنيات بالتزاحم وصارت تتقدس عنا داخل البيت. ايش الفكرة؟ نحن لازم ناخذ هاي المقتنيات ونختار مكان لها بحيث نحن نعرضها بطريقة تكون لائقة. المتحف عندنا بتقسم إلى 4 إلى 5 أقسام. عندنا قسم أو وحدة المقتنيات التراثية، وحدة المقتنيات الأثرية، وحدة الإنتاج، ومختبر ترميم المقتنيات الأثرية، وعندنا الورشة والوحدة الإنتاجية. عندنا قسم المقتنيات الأثرية فيها المقتنيات بتروح من 100 عام فما أعلى. عندنا منها من الحضارة الرومانية والبيزنطية والإسلامية، وعندنا المقتنيات من العصر الأموي والعصر الحجري. طبعا متنوعة الحضارات، نظرا انه بلدة القرارة كانت فيها طريق الربيع عمار العيد من الحضارات. عندنا قسم التراث، عندنا من 100 عام وما اسفل. طبعا هاي كل المقتنيات بتشهد على تواجد الفلسطيني القديم، وكل الادوات والمقتنيات اللي كان يستخدمها في حياته اليوميه، من ادوات منزليه، ادوات نجاره، ادوات حرفيه. طبعا اقدم قطعه داخل هذا المتحف اللي هي قاروره مياه من ايام العصر الحجري، وما يليها حجر البد اللي كان يستخدم معصرة الزيتون، يتروى عمره 4600 سنة. عندنا جواز السفر أيام عمر فلسطين، وجواز السفر أيام الانتداب السامي البريطاني. ما يثبت على أنه وجود الملكية الفلسطينية داخل هذا البلدة، وعلى وجود البيزنطيين داخل هذا المكان والبريطانيين. طبعا من أهمية وأهداف المتحف إنه هو عبارة عن هوية فلسطينية حضارية ثقافية، تعتبر كممر وحلقة وصل بين الشعوب وتبادل الثقافات بينهم.